ارجع اثبت. يلا دي مواعيد دي؟ ده لو قلت الجنت اللي هيبعت رجالته يخطفوني في الميعاد المظبوط. حتى الخطف ما بيحصلش في مواعيده، حسابكم معايا بعدين انتوا الثلاثه. ده انا حتى بفلكوا على الناصيه مش راضي استناكوا في الحاره عشان يعني وغش وظروف كده. انزل يا كابتن بعد اذنك، انزل يا كابتن ما تتنحش، انزل يلا. كابتن ده جديد في الخطف، انا بقول لك ده جديد في الخطف. يلا اركبوا يا اخوانا، يلا كابتن، يلا كابتن. والله زمان. طول عمري نفسي اسوق عربيه زي دي، الامانه رجاله بصراحه. الله بقى اللخبطه دي ليه؟ ياللي خاطفني يا ريت تقول لي ها؟ ايه حصل لي؟ الله يرحمك يا شكوكو. ابو شاديه ما تقول حاجه يا جنتل، مش وقت سكات. ولا هي خلاص الايام عكست معانا وحنشوف ايام اسود من كوع النمس؟ هو كده اللوع لما بيدخل بين النفوس بيجيب الخراب. يلا خليها تخرب على الكل. اسكت يا فوز، مش عايز اسمع صوتك. اخوك كبرنا قال لك اسكت يا فوز، بدل ما ارمي عليك يمين الطلاق وتبقي متحرمه عليا اليوم الدين. انت ليه العشم واخدك قوي كده؟ هو انت فاكر لما عينيك بصت لسعاده هسيب عينيك تبص فيا تاني؟ انت اتحرمت عليا، اللي بينا بضاعه وشقى عمرنا يرجع يتقسم، كل واحد يروح لحاله. هو اللي بيروح بيرجع ياما. الواد ده ضربنا في مقتل، كل مالنا واللي نحتكم عليه حطيناه في البضاعه. المشكله مش في شقى عمرنا، المشكله في البضاعه دي، لو ما رجعتش عمرنا هيضيع. انتوا ناسيين التجار دافعين 300 مليون زي ما احنا دافعين 300 مليون. خلاص خراب من كله. ده احنا حتى لو استعوضنا ربنا في مالنا ومدينا ايدينا نشحت في الشوارع برضه تجار الصنف مش هيسيبونا غير لما ياخدوا بضاعته. البضاعه هترجع ما تخافوش. ازاي غمتي يا خال؟ ازاي وزهران حطها مشروطه؟ يا البضاعه ترجع خلال اسبوع يا تمنها يرجع. تمنها؟ واحنا هنجيب تمنها ده منين؟ احنا بقينا على الحميد المجيد، ولا املاك ولا فلل، كله اتباع. ده حتى الذهب كمان اتباع، مش باقي غير العربيتين. قلبي كان حاسس ان الخراب جاي جاي، بس ما جاش في بالي انه يبقى خراب من كله. هنعيش مذلولين، مش هيسيبونا نعيش اصلا يا عدوله. طب ما بقول ايه، ما احنا نهرب بره البلد، وارض الله واسعه، بدل ما يدخلوا علينا ويموتونا بالسلاح زي الفراخ. والهروب ده مش عايز فلوس؟ حتى دي مش هنقدر نعملها. الفلوس اللي معنا يا دوبك نتعجز عليها لغايه ما نوصل للبضاعه. نبيع محلاتنا اللي في السوق. نبيع المحلات؟ المحلات هتجيب ايه؟ وبعدين مين اللي هيشتري؟ قيمه المحلات دي واحنا موجودين فيها محتكرين السوق. يعني خلاص قفلت من الاربع اركان؟ طب ما نموت روحنا ونخلص، اقل نموت بكرامتنا، بدل ما هم عاملين يبيعوا ويشتروا فينا وفي الاخر برضه هيقتلونا. ايوه يا سعاده، ايوه يا ست المعلمين. يا اخويا بطل نحنحه واسال الننوسه بتاعتك ابنها عملت معاه ايه. عملت ايه مع ابنك؟ يعني ايه ما عرفتيش تحلي ولا تربطي معاه؟ المعلم رسم الخي علينا وقفلها قفل للدومنة. استعوضوا ربنا في اللي راح يا معلمين. يا خسارة شقى السنين. على جثتي يتهنى بمنة وانا على ظهر الدنيا. انا هقتله واشرب من دمه. قتلناه وشربنا من دمه وشوينا لحم، ايه بقى الفايدة العايدة علينا؟ ما البضاعة راحت واللي كان كان. يا شمش اقفل باب وراك. خير حاجة؟ يا ابني على مالها وشي ليه؟ الا الزهر
والمعلم عتر فيه، وطبعاً انت عارف المعلم هيسأله في ايه وقلاش هيقوله ايه. يعني اللي سطرته الايام هيفضحه قلاش. بالظبط، عشان كده انا جايبك. جايبني ليه حكاك؟ قلاش في المستشفى بين الحياة والموت، واحنا عاوزين نقصر سكته للموت عشان حياته فيها فضحتنا. يعني انت عايزني انا اللي اقتله؟ تقتله. روح ما بعدك روح. انا لو على رجلي وبصحتي من زمان قاتله ودفنه من زمان. قلاش لازم يموت عشان ندفن سرنا كبير يا بشر. ندفن سرنا انا وانت كبير.